يقول: لقد قرأت وفهمت نزول القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف جمعه أصحابه في عهده، وكذلك جمعه في عهد الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، ثم جمع آخر مرة بقراءة واحدة وحرف واحد في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه، ثم بعثه إلى الأمصار مكة والمدينة والبصرة والشام والكوفة، ثم حرق المصاحف الأخرى بحضرة الصحابة. ولكني لم أفهم ما علاقة القراء ابن العلاء، ابن كثير، نافع، ابن عامر، عاصم، حمزة، الكسائي، ما علاقة هؤلاء بمصحف عثمان، ولماذا لم يعتمد على هذا المصحف واعتمد على الرواية؟ هل هناك اختلافات بسبب القراء؟ أرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. سبب استشكالك أنك لم تفهم المقصود، فإن عمل عثمان رضي الله عنه وإجماع الصحابة معه على هذا العمل الجليل ليس حصرا للناس على قراءة واحدة. القرآن نزل بسبعة أحرف، والقراءات متعددة، قراءات المتواترة متعددة إلى سبع قراءات وقيل إلى عشر، ولكن الرسم واحد، الحرف والرسم واحد، وأما القراءات فإنها متعددة، ومن ذلك جاءت قراءة نافع وعمر بن العلاء وابن كثير وحفص والكسائي وحمزة، قراءات متعددة لكنها ترجع كلها إلى حرف واحد هو الرسم العثماني. نعم.